من أخيرة الانتباه ومنها نقرأ للكاتب محمد عبد الماجد من زاويته الجرايوم دج والتي جاءت بعنوان نفس أعراض المرحوم. بدأ زاويته بالقول: أنصح حكومة الانقلاب بالبحث عن مخرج آمن قبل أكتوبر القادم. لن تصمد الحكومة بعد أكتوبر القادم، فنحن قادمون على تواريخ تحرك الحجر. إنني لكم من الناصحين، في أكتوبر القادم سوف تمر ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في 21 من أكتوبر، وكلكم يعرف قوة تأثير هذا التاريخ على الشعب السوداني. كل الثورات السودانية بدأت من هذا التاريخ. بعد 21 من أكتوبر سوف تأتي الذكرى الأولى للانقلاب في 25 من أكتوبر، التاريخ الذي أوردنا إلى تلك المهالك، ثم نوفمبر وما فيه من حراك، ثم ندخل بعد ذلك إلى شهر ديسمبر وتاريخ ميلاد ثورة ديسمبر المجيدة في 19 من ديسمبر، وتمضي الأيام إلى 25 من ديسمبر، ثم ذكرى الاستقلال المجيدة. كل هذه التواريخ تواريخ ثورية مشتعلة. البلاد موعودة بموسم ثوري حافل إن شاء الله يفضي لحكومة مدنية تحقق تطلعات ورغبات الشارع السوداني. الأعراض التي يعاني منها النظام الحالي هي نفس الأعراض التي كان يعاني منها النظام البائد وهو في آخر أيامه. ومضى الكاتب: قرأت خبراً لوزير المالية والتخطيط الله اقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم يتحدث فيه عن تراجع الثورة السودانية في الشارع السوداني وعن انكماش الاحتجاجات الشعبية. تذكرت بعد قراءة هذا الخبر آخر وزير للإعلام في العهد البائد حسن إسماعيل عندما كان يطل في الفضائيات العربية بربطة عنق حمراء وهو يتحدث عن انحسار المواكب الشعبية وتراجعها. كان حسن إسماعيل يجادل على ذلك جازما، وكان يتبعه الخبراء الاستراتيجيون الذين لم يكتب الله لهم شيئا من الخبرة إلا انحسار الشعر من الرأس وانتشاره في الفك الأسفل. نقول لجبريل إبراهيم إن الانحسار الذي يتحدث عنه قد حدث فعلاً، لكنه حدث في الحكومة، فأنا لم أشاهد حكومة بهذا الانحسار حتى في أواخر أيام العهد البائد. في قريتنا كان الجميع يتحاشى عبد السميع عندما يزور المريض، كان أي مريض يعوده يسأل عن حالته ويستفسر عن الأعراض التي يعاني منها ثم يقول بصوته الأجش: نفس أعراض المرحوم. وختم زاويته: الحكومة الحالية الآن تعاني من نفس أعراض المرحوم. هذه الأعراض هي أعراض النظام البائد عندما كان في أيامه الأخيرة.